الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، نشرة مفصلة نقدمها لحضراتكم من القاهرة الإخبارية. أهلا بك كريم. أهلا بك بسنت، أهلا بكم. البداية دائما بالعناوين. شهداء ومصابون في غارات للاحتلال على البقاع الشمالي وعدة بلدات في الجنوب اللبناني. حرائق وإصابات في طبارية، وجيش الاحتلال يعلن رصد صواريخ أطلقت من الجنوب اللبناني. جيش الاحتلال ينفذ قصفا مكثفا على عدد من بلدات غزة، وسقوط شهداء وجرحى في غارات استهدفت عدة مخيمات بالقطاع. بداية مع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان. لبيك يا رسول الله. هذه معركة مفتوحة في كل الجبهات. عدد كبير من الصواريخ. يسا. تحدث عن المجمع السكني في هذه المنطقة. The heart of the dock in Beirut. إذا تروحوا على الحرب مع لبنان، أنتم أيضا ستعودون إلى العصر. استشهد 6 لبنانيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال عددا من القرى في قضاء النبطية جنوبية لبنان. وأعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان استشهاد 7 مسعفين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي كباريخة وطير الدبة، كما أشارت وكالة الأنباء اللبنانية عن استشهاد 9 سوريين بغارة للاحتلال على بلدة العين شمالية قضاء بعلبك بالبقاع اللبناني. استهدفت غارة إسرائيلية محيط مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وقال مصدر أمني إن الغارة هي الأقرب لمطار بيروت حتى الآن، ووقعت على بعد 500 متر من المطار. من جانبه أكد رئيس شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية أن المطار لم يستهدف وأن عمليات تشغيل تجرى كالمعتاد. قال الجيش الإسرائيلي أنه قصف خلال الليلة الماضية عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان. وفي بيان زعم جيش الاحتلال أن الأهداف التي تم قصفها كانت تشمل قاذفات موجهة نحو إسرائيل وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال تمت المصادقة عليها. يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤول أمني أن العملية البرية ستهدف إلى تدمير المواقع العسكرية التابعة لحزب الله وإنشاء منطقة عازلة وإحباط ما وصفه بخطط حزب الله لقصف تل أبيب واستعادة الأمن شمال إسرائيل. من جانبه أعلن حزب الله استهداف معسكر أوفيك الإسرائيلي برشقة من صواريخ فادي واحد. وفي بيانه أكد حزب الله أن القصف يأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الهجمات التي يشنها الاحتلال على المدن والقرى والمدنيين، إضافة إلى دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. للمزيد ينضم إلينا من مرج عيون بجنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، وأيضا تنضم إلينا من تل أبيب مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. أهلا بكم إلى هذه النشرة. البداية معك أحمد، آخر التفاصيل الميدانية لديك.
نعم، بالفعل قام الطيران الحرب الإسرائيلي بشن سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت عدة مناطق وتحديدا في القطاعين الشرقي والأوسط للجنوب اللبناني، حيث استهدف في مدينة صور عدد من المواقع في هذه البلدة التي تقع في على ساحل الدولة اللبنانية، بالإضافة أيضا إلى استهداف في بلدة المجادل التابعة لقضاء صور. كان هناك استهداف أيضا في بلدة الطيري التابعة لقضاء بنت جبيل في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، وسلسلة من الاستهدافات في بلدات مثل قعقعية الجسر التي تقع في قضاء النبطية في الجنوب اللبناني، واستهداف آخر لعدد من المناطق في الجنوب اللبناني. تزامن ذلك مع سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت عدة مناطق في البقاع الشمالي وأيضا بعلبك والهرمل في الشمال الشرقي للدولة اللبنانية، أي أن هناك سلسلة من الغارات التي استهدفت مناطق متفرقة، وذلك فضلا عن الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي تجاوزت 20 غارة جوية إسرائيلية على مناطق في البقاع وقضاء صور وعدد من المناطق الأخرى من بينها هنا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، الذي تعرض إلى سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة أيضا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. وبالتالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني. هذا العدوان منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى الآن أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، ولكن حتى الآن وزارة الصحة اللبنانية لم تصدر حصرا نهائيا بالأعداد التي سواء أعداد الشهداء أو المصابين الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتمادي منذ صباح اليوم وحتى الآن. في المقابل أيضا رصد موجات نزوح جديدة من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع أو مناطق أكثر أمنا، سواء في العاصمة اللبنانية بيروت أو محافظتي الشمال وعكار اللتين تقع في شمال الدولة اللبنانية، وذلك تزامنا مع عمليات نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني على مدار يوم أمس، وعملية واحدة استهدف فيها حزب الله موقعا أو معسكرا إسرائيليا بصواريخ شديدة الانفجار صباح اليوم. وبالتالي تظل المواجهات وتظل أيضا الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة على مختلف المناطق في الجنوب اللبناني خلال الساعات القليلة الماضية. نعم، ننتقل إلى دانا أبو شمسية في تل أبيب. دانا، آخر المستجدات لديك فيما يتعلق بالبيانات التي تأتي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا الأخبار التي أفادت بها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تفاصيل فيما يتعلق بالاجتياح البري إذا تم بالفعل والمصادقة عليه؟ بالفعل كريم، ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال، ونية إسرائيل في دخول بري محدود محصور لربما كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أتحدث عن بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلية الرسمية. الآن هنالك بيان تفصيلي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم فيه اغتيال أحد صفوف القادة التابعين لحزب الله، وهو على حد الرواية الإسرائيلية نبيل قاووق. ويقول بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه مساء أمس تم تنفيذ غارة إسرائيلية استهدفت النائب الرئيس التنفيذي لحزب الله، أي لهاشم صفي الدين، وهو المرشح لتولي أمانة الحزب بعد حسن نصر الله حسب أيضا الرواية الإسرائيلية. يزعم هذا البيان بأن هنالك طائرات حربية تابعة لسلاح الجو مساء أمس كانت قد هاجمت مبنى سكني كما تقول، وكان هنالك يتواجد فيه نبيل قووق وهو مسؤول وحدة الأمن الوقائي وأحد أعضاء المجلس المركزي التابع لحزب الله، وكان يعتبر مقربا ومن أبرز قيادات منظمة حزب الله، وتورط كما يقول هذا البيان بشكل مباشر في الترويج على تنفيذ مخططات ضد دولة إسرائيل ومستوطنيها، حتى أنه كان له بعض التخطيطات والمخططات في الأيام الأخيرة. وكان المدعو قاووق كان قد انضم إلى حزب الله في ثمانيات القرن الماضي، وأيضا كان هنالك له خبرات رئيسية في مجال عمله، وأيضا كان نائب مسؤول منطقة الجنوب بالنيابة عن المجلس التنفيذي. ويقول البيان الإسرائيلي أن قاووق كان يظهر في وسائل الإعلام في مناسبات عديدة ليمثل حزب الله أمام المجتمع السياسي، وأيضا كان يدلي في تعليقات تتعلق بالمجالات السياسية والعسكرية والاستراتيجية. وانتهى هذا البيان بمواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قادة حزب
حزب الله والعمل على كل من يهدد أمن دولة إسرائيل. إذن هنالك اعتراف وبيان رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم فيه اغتيال نبيل قاووق وهو نائب الرئيس التنفيذي لحزب الله أي هاشم صفي الدين وهو المرشح لتولي أمانة الحزب حسب الرواية الإسرائيلية وحسب الأسماء المطروحة من الجانب الإسرائيلي. تزعم الرواية الإسرائيلية بأنه كان مسؤول عن العديد من المخططات التي كان يحاول من خلالها حزب الله خلال الأيام اللاحقة أو القادمة تنفيذ عمليات ضد دولة الاحتلال. كما تقول البيانات بأن هنالك استمرار لهذه الغارات الإسرائيلية حتى القضاء على كل قادة حزب الله. من الواضح كريم أنه بعد استهداف قيادات الصف الأول من القيادة العسكرية لحزب الله بدأت عملية الاغتيال تطال نشطاء أو قادة في الجانب السياسي والتنفيذي للحزب، ولربما هذا التي تسعى إسرائيل الوصول إليه هو ضرب وتفتيت هذا الحزب كما تقول البيانات الإسرائيلية. وهنالك تماهي ما بين ما قالته بيانات جيش الاحتلال وبين وزير الدفاع والأمن يوآف جالانت وكذلك بنيامين نتنياهو أمس ورئيس الأركان حينما قالوا بأن هنالك دائرة تصفية حسابات وبأن إسرائيل مستمرة فيها. نعم، من تل أبيب مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول لأحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من مرج عيون من جنوب لبنان. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بإصابة 7 أشخاص جراء إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان تجاه مدينة طبرية. كان جيش الاحتلال أعلن رصد إطلاق نحو 8 صواريخ من جنوب لبنان تجاه طبرية بالجليل شمال إسرائيل وسقوطها في مناطق مفتوحة ما أدى إلى اندلاع 3 حرائق. هذا وطالب جيش الاحتلال سكان صفد وعدة مناطق في الجليل الأعلى بالبقاء قرب الملاجئ. هذا وأعلن جيش الاحتلال أن صاروخا سقط في محيط مستوطنات معالي أدوميم شرق القدس المحتلة أطلق من لبنان، موضحا أنه تسبب في حريق ما دفع فرق الإنقاذ للتوجه لإخماده. هذا وأعلنت وسائل أعلام إسرائيلية أن الصاروخ أصاب مبنى في غرب المستوطنة وتسبب في أضرار أصابت منازلا بمنطقة بنيامين. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزارة الداخلية تخطط لتجنيد طالب اللجوء في صفوف الجيش مقابل منحهم إقامة دائمة. هذا وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى حدوث هبوط بنحو 50% في أعداد المهاجرين اليهود لإسرائيل مقارنة بالعام السابق للحرب على غزة. يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد إعلام إسرائيلي أن الجيش يعاني نقصا بنحو 10,000 جندي في ظل مواجهة حرب متعددة الجبهات لا سيما في ظل استمرار الجبهات الهجمات على لبنان. والمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. في ظل تغير قواعد اللعبة كيف يمكن أن نحل سلوك بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة الجديدة من الحرب؟ تحياتي لك بسنت. في الواقع نتذكر مقولة أو مقولات نتنياهو بعد عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي عندما قال تصريحه الشهير بأنه سيغير معادلات وخرائط المنطقة، وبالتالي نتنياهو واليمين الحاكم الآن المتطرف في إسرائيل لديه مخطط. نتنياهو غير المعادلات في المنطقة أكثر من مرة. كانت المعادلة القديمة هي الأرض مقابل السلام والذي يحقق السلام العادل والدائم، ثم حاول تغيير المعادلة الأمن مقابل السلام، ثم الآن يعني يحاول إيجاد معادلة جديدة تقوم على فكرة القوة مقابل السلام أو مقابل الأمن، وهي طبعا معادلات خاطئة. وهذا ما يفكر فيه نتنياهو وقراره في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي، ثم عاد نفس الخطاب أمام الأمم المتحدة في الجمعية العامة. وبالتالي نتنياهو الآن يراهن على فكرة التصعيد باستخدام فائض القوة في محاولة لتغيير المعادلات. لكن أنا في اعتقادي أن الهدف الاستراتيجي أولا من تغيير هذه المعادلات هو المخطط الخبيث القديم الذي يحاول نتنياهو تنفيذه في هذه المرحلة الاستثنائية
من تاريخ الشرق الأوسط، وهو القضاء على كل مقاومات الدولة الفلسطينية من خلال التدمير الكامل لقطاع غزة كما رأينا على مدار عام، من خلال أيضا إشعال الأوضاع في الضفة الغربية ومحاولة تفويت أسس ومقاومات السلطة الفلسطينية بعد أن قطع عنها التمويل، ثم الآن يشعل جبهة لبنان في محاولة استراتيجية لتحقيق هدفين. الهدف الأول هو صرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، خاصة مع اقتراب يعني الذكرى الأولى أو العام أو مرور عام على هذه الحرب الشعواء ضد الشعب الفلسطيني في ظل الانتقادات الدولية، في ظل عزلة إسرائيل، في ظل تزايد التعاطف الدولي. ونتنياهو يحاول أن يقدم أكاذيب ورواية وسردية بأن إسرائيل تواجه تهديدات وأنه يحارب نيابة عن أمريكا. كما طبعا دكتور أحمد، عذرا للمقاطعة، يعني دكتور أحمد هو يتبع هذه السياسة منذ البداية، ولكن كل ما يقوم به بنيامين نتنياهو إن كان تحدي سافر لكل المبادرات الدولية وللعالم بأكمله، ألا توجد قوة تستطيع أن تضغط على بنيامين نتنياهو؟ ولا أقصد أمريكا، يعني في الواقع أن نتنياهو لا يعير اهتماما أو بالا أو لا يكترث بالشرعية الدولية أو المطالبات الدولية أو المجتمع الدولي. يعني بيتنا الآن واضحا أن المجتمع الدولي أصبح كله في كفة وأمريكا وإسرائيل في كفة وربما بعض الدول الأوروبية، ولذلك نتنياهو لا يوجد له لا رادع قانوني ولا أخلاقي ولا حتى مرتبط بالجانب المرتبط متعلق بقواعد الحرب، ولا لأنه يضمن أن من يحميه هو الجانب الأمريكي، من سيوفر له المظلة الحمائية هو أمريكا في مجلس الأمن. مجلس الأمن كجهة المفترض أنها مناط بها حفظ الأمن والسلم الدولي وفقا للفصل 7 من المساق، المفترض أنها تتفاعل وتتعامل مع هذا العدوان الإسرائيلي، لأنها أولا يشكل انتهاكا لسيادة لبنان كما رأينا، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وبالتالي طبقا للمادة 39 من المساق على مجلس الأمن أن يتحرك. لكن مجلس الأمن معطل مشلول ومستبعد بسبب الفيتو الأمريكي الذي يوفر المظلة الحمائية لإسرائيل، وبالتالي هنا أي تحركات دولية سواء خاصة من الجانب الأوروبي أو حتى القوى الدولية المؤثرة سواء الصين أو روسيا يتحرك في نطاق مجلس الأمن الدولي، تتحرك على المسار السياسي فقط لكن لا تتحرك على أي مسارات أخرى. وبالتالي هنا أمريكا هي المنخرطة العسكرية، هي الدعم العسكري لإسرائيل، تزودها بالقنابل ذات 2000 رطل والقنابل والصواريخ المخترقة للتحصينات، هي تحميها اقتصاديا وتقدم لها تبرير. يعني ما نشهده الآن أمريكا الآن انتقلت حتى من مجرد المطالبة بضبط النفس ووقف التصعيد وتحذير إسرائيل إلى تبرير ما تقوم به إسرائيل من أفعال، كما رأينا بعد اغتيال حسن نصر الله عندما يخرج بلينكين وزير الخارجية ويقول أن إسرائيل تمارس حق في الدفاع عن النفس ضد ما يسميه الإرهاب، ثم الرئيس بايدن ويقول أن اغتيال نصر الله وغيرهم من الاغتيالات ما تحقق العدالة الدولية. كل هذا يعني بأن أمريكا الآن هي توفر المظلة الحمائية لإسرائيل. هناك الآن اندفاع جنوني سيري لدى الحكومة الحالية، حكومة نتنياهو ومجموعة العسكريين، هم يشكلون جيل جديد حقيقة من الاندفاع المراهن على القوة، يحاولون تغيير المعادلات. هم وجهوا ضربات لما يسمى محور المقاومة أو محور الممانعة حزب الله، إيران لم ترد وإيران تتبع سياسة براغماتية، وبالتالي في ظل هذا الخلل في النظام الدولي، في ظل هذا الدعم الأمريكي والتناقض ما بين خطابين، خطاب سياسي ناعم يؤدي إلى أو يطالب على أو يركز على منع التصعيد والهدوء وغيرها وهو لا يسمن ولا يغني من جوع، وما بين الأفعال على الأرض الواقع الدعيمة والتي تقوم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل. في هذا المناخ يحاول نتنياهو تنفيذ مخططات، لكن هنا السؤال، أنا في اعتقادي نتنياهو لن يحقق في تحقيق هذه الأهداف. هو حاول القضاء على القضية الفلسطينية عبر عام كامل وفشل في كسر الصمود الفلسطيني أو في تنفيذ مخطط التهجير القسري، طبعا بسبب الإرادة المصرية والموقف المصري الصلب. أن هناك قوة وتيار مضاد لهذا المشروع الاستيطاني، المشروع الخبيث الذي يقود المنطقة إلى الهاوية. الأمر الثاني أيضا دخوله بريا الحزب إلى لبنان أو فتح جبهة حزب الله، بالتالي رغم الضربات الموجعة التي وجهها الحزب إلا أنه لن يحسم الأمور لا في أسبوع ولا في شهور وربما تمتد إلى سنوات. بمعنى آخر أن إسرائيل هناك تكلفة باهظة لما يقوم به نتنياهو من محاولة تغيير هذه المعادلات، تكلفة اقتصادية على الجانب الإسرائيلي، تكلفة بشرية، تكلفة عسكرية، نعم، تكلفة سياسية وقانونية، وزيادة عزلة إسرائيل كدولة متمردة يعني تنتقد وتنتهك كل القوانين الدولية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، شكرا جزيلا على هذه الرؤية التحليلية. أكد الجيش اللبناني أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أفعال تمس السلم الأهلي
وفي بيانه أشار الجيش اللبناني إلى مواصلة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على السلم الأهلي، مطالبا المواطنين للعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان. يترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماع لجنة الطوارئ الوزارية حول العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. وكان ميقاتي دعا الشعب اللبناني إلى توحيد الصف لردع العدوان الإسرائيلي، وأكد أن ما يواجهه لبنان من موجات نزوح جراء العدوان الإسرائيلي فاق كل التوقعات. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المنطقة تمر بظروف صعبة، وإن الدولة تحرص على توازن سياساتها وإدارة أمورها بما يحفظ أمن البلاد. وخلال مشاركته في حفل تخرج لدفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، أشار الرئيس المصري إلى أن التطورات في المنطقة قد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، وهو ما يبعث على القلق. أكد رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني موقف بلاده الثابت والمبدأ بدعم لبنان والوقوف معه واستمرار العراق بتقديم جميع المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية، شدد السوداني على ضرورة تنسيق الجهود من أجل إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والتي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. دعت وزارة الخارجية الكندية إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان. وأعربت وزارة الخارجية الكندية في بيانها عن تضامنها مع الشعب اللبناني المتضرر من هذا الصراع، مؤكدة التزام الحكومة الكندية بتزويد شركائها بالمساعدة الإنسانية التي يحتاجون إليها. وأشار البيان إلى أن الحكومة الكندية ستقدم 10 ملايين دولار مساعدات إضافية لتمويل المساعدات الاحتياجية الإنسانية الملحة للمدنيين في لبنان. أعربت الخارجية الصينية عن معارضة بكين أي انتهاك لسيادة لبنان وأمنه وإدانتها جميع الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء. وفي بيان لها أكدت الخارجية الصينية معارضتها أي تحرك يؤدي إلى تفاقم الصراعات وتصعيد التوترات الإقليمية، مطالبة كافة الأطراف المعنية وخاصة إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الوضع ومنع اتساع الصراع أو حتى خروجه عن نطاق السيطرة. دعت إيران إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تصرفات إسرائيل في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة. وفي رسالة وجهها المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة إلى المجلس، حذرت إيران بشدة من أي هجوم على مقرها الدبلوماسية وممثليها في انتهاك للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المقرات الدبلوماسية والقنصلية، مضيفة أنها لن تتردد في ممارسة حقوقها في اتخاذ كل الإجراءات للدفاع عن مصالحها الوطنية والأمنية الحيوية. أعلن وزير خارجية إيران عباس عراقجي أن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لن يمر دون رد، مؤكدا أن الولايات المتحدة شريكة في هذا الاغتيال. وأوضح عراقجي أن إسرائيل لن تنعم بالهدوء بسبب ما تفعله في لبنان، مضيفا أن بلاده في حالة تأهب بسبب خطر نشوب حرب واسعة النطاق بالمنطقة. فيما أعرب وزير خارجية إيران عن قلقه بالوضع الخطير الذي تمر به المنطقة. أعلن مسؤول أمريكي أن وزير الدفاع لويد أوستن عرض على الرئيس الأمريكي جو بايدن خيارات لدعم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. كان لويد أوستن قد أكد في وقت سابق عزم بلاده منع إيران ووكلائها من استغلال الوضع الراهن أو توسيع دائرة الصراع. هذا وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية استعداد واشنطن لحماية قواتها في المنطقة، مشيرة إلى التزامها بالدفاع عن إسرائيل.
أفاد مصدر عسكري مسؤول بالقوات المسلحة الأردنية بسقوط صاروخ جراد أطلق من جنوب لبنان في منطقة صحراوية خالية من السكان بمنطقة الموقر ولم يسفر عن أضرار بشرية أو مادية. وأضاف المصدر العسكري الأردني أن منظومات الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية. كما أهاب المصدر العسكري بالمواطنين الأردنيين ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والفوضى، مشددا في الوقت ذاته على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في حماية سماء وأرض وحدود المملكة من أي خطر يراد به زعزعة أمنها واستقرارها. أشارت وسائل إعلام فلسطينية بدوي سفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية بإسرائيل. من جانبها أعلنت فصائل عراقية أنها هاجمت بطيران مسير هدفا في إيلات. شهد محيط السفارة الأمريكية في بغداد أمس تجديدا للإجراءات الأمنية، جاء ذلك بعد تجمهر عدد من المتظاهرين في محيط السفارة لتنديد باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. كما فرضت القوات الأمنية العراقية توقا أمنيا ومنعت المتظاهرين من دخول المنطقة الخضراء. أشارت وسائل إعلام سورية إلى وقوع انفجارات في قاعدة كوينكو التي تتمركز فيها قوات أمريكية في ريف دير الزور. وفي سياق متصل أفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجارات في البوكمال بدير الزور عند الحدود السورية العراقية جراء القصف الجوي لقوات التحالف على المنطقة، ما أسفر عن مقتل 18 عراقياً. استشهد اثنان وأصيب عدد آخر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأضافت مصادر محلية أن جيش الاحتلال قصف منزلا بالمخيم، ما أدى لاستشهاد مواطنين من سكان المخيم وإصابة عدد آخر بجروح، بينما توصل قوات الدفاع المدني عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض بعد تفجير المنزل. وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال لمنزل بالمخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. وفي مدينة غزة استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على مفترق الشعبية، كما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلا في محيط مفترق الجفري وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين. وأشار مراسلنا إلى سقوط عدد من المصابين في إثر قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في شارع بحي الزيتون جنوب مدينة غزة. ينضم إلينا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. يوسف، بعد تحية آخر المستجدات لديك. نعم كريم، في هذا التوقيت يتكثف القصف المدفعي في ثلاثة مناطق في قطاع غزة. نبدأ من شمال القطاع وتحديدا منطقة الشيماء شمال بلدة بيت لاهيا، وهي تعرضت منذ ساعات الصباح الباكر إلى قصف مدفعي أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين حسب المصادر الطبية الفلسطينية. في شمال القطاع أيضا استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف طال شقة سكنية في مخيم جباليا، بينما استشهد ثلاثة مواطنين إثر قصف طال منزلا عند مفترق الشعبية شرق مدينة غزة. لكن أيضا القصف المدفعي صبيحة هذا اليوم وتقدم الآليات الإسرائيلية وإن كان محدودا لوحظ في المنطقة الجنوبية الشرقية من محافظة غزة، لذا طال القصف منطقة شارع كشكو في منطقة حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وهو قصف أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وقد جرى نقلهم إلى المشفى الأهلي المعمداني. بينما القصف المدفعي اليوم تقريبا يتركز في المنطقة الشمالية من المحافظة
الوسطى وتحديدا في منطقة المغراقة ومحيط حي الدعوة ومنطقة جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين. في مخيم النصيرات صبيحة اليوم استهدفت مسيرة إسرائيلية شابا كان يستقل دراجة ما أدى لاستشهاده وإصابة عدد من المارة، بينما استشهد مواطنان بعد قصف منزلهما في منطقة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات. في مدينة دير البلح الليلة الماضية أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل وقد سواه بالأرض، لكن هذا القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا نظرا لأن المنزل المستهدف كان مخلى قبل قصفه من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح قبل قليل سمع دوي انفجار يبدو أنه ناجم عن استمرار جنود الاحتلال بتنفيذ عمليات إما القصف المدفعي التي تطال المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية من مدينة رفح، وهناك أيضا حديث عن استمرار عمليات نسف المربعات السكنية خاصة في المنطقة الغربية من مدينة رفح. وهنا لابد من الإشارة إلى أن معظم المناطق الآن في مدينة رفح تعرضت لدمار واسع بعد التقدم الإسرائيلي الذي لوحظ خلال الأيام الأخيرة نحو المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من المدينة، وهي مناطق لم تكن قد تعرضت لدمار واسع مقارنة بغرب المدينة وجنوبها الذي دمر تقريبا بشكل كلي، وتحديدا منطقة يبنة والمناطق المتاخمة لما يسميه الاحتلال الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا. من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 3 أشخاص برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقابة شمال طوباس بالضفة الغربية، وكان جيش الاحتلال اقتحم برفقة عدد من الآليات العسكرية بلدة عقابة شمال طوباس ومنع طواقم الإسعاف من تقديم المساعدة للمصابين، كما اعتقل أحد المصابين وحاصرت أحد المنازل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 مواطنين من محافظة الخليل بالضفة الغربية. هذا وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها، كما أشارت وسائل الإعلام إلى اعتقال قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة عرابة جنوب جنين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، من بينهم سيدة وطفل وأسرى سابقون. وقالت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان لها إن الاحتلال استخدم المواطنين دروعا بشرية فضلا عن عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم. هذا وذكرت الهيئة إن حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ بدء الحرب على غزة بلغت أكثر من 11,000 حالة اعتقال وحتى الآن. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. الدفاع الروسي تعلن إسقاط 125 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق متفرقة خلال الليل. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة الدفاع الجوية أسقطت 125 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليل. هذا وأصدرت الوزارة في بيانها أنها أحبطت هجوما باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية. ونشرت الدفاع الروسية مشاهد شن فيها طاقم المروحية الروسية هجمات مباشرة على المعدات العسكرية الأوكرانية ووحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية بمقاطعة كورسك الروسية. (تصفيق)
أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مركزا طبيا في مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا، ثم قصفته مرة أخرى أثناء إخلاء المبنى، مما تسبب في مقتل 10 أشخاص وإصابة 22 آخرين. وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا دانيال بيل إن طائرات مسيرة ملغومة قصفت مركز سان بانتليمون الطبي مرتين بفارق 45 دقيقة. وأضافت معظم الوفيات وقعت خلال الضربة الثانية والتي نفذت عندما وصل المسعفون إلى الموقع بينما كان المرضى يحاولون الإخلاء. قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إنه تلقى معلومات مباشرة من دونالد ترامب تشير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق سيدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا إذا أعيد انتخابه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم. وأضاف زيلينسكي أنه قدم لترامب خلال اجتماع مغلق خطة النصر في الحرب عقب وعد المرشح الجمهوري للرئاسة أنه سيعمل مع كل من أوكرانيا وروسيا لإنهاء الصراع بينهما. وقال زيلينسكي الذي التقى أيضا نائبة الرئيس الأمريكي والمرشح الرئاسي الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يسعى للحصول على دعم أمريكي موحد في حربه المستمرة مع روسيا، مشيرا إلى أنه لا يدعم أي جانب في الانتخابات الأمريكية. ننتقل الآن إلى مقر الحكومة اللبنانية ومؤتمر صحفي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فإلى هناك. طلعنا من معالي الوزراء عن ما تقوم به الإدارات المختصة، كل الإدارات المختصة، والأهم أنه هذه الإدارات لا تزال عاملة وشغالة. طلعنا من هيئة الطوارئ عن بالإحصاءات شو صار عندنا في 778 مركز إيواء. 778 مركز إيواء بيحتووا بفيهم لحديد الأول امبارح المساء 118 ألف شخص، وهال 118 ألف شخص عم يتأمل لهم الأمور الأساسية من مأوى، من كل ملتزم اللزوم العيش لهم والغذاء وكله عم ينعمل. ولكن المقدر أنه عدد النازحين أكبر بكتير من هالعدد، ممكن يوصل لحديد المليون زلمة. ما ننسى الضفق الكبير اللي صار من الجنوب، من الضاحية، من البقاع، خلال ساعات دي شو صار بهالموضوع. نحن ضمن الإمكانيات الموجودة عم تقوم الدولة بكل ما يلزم ومستنفرة كلياتها بكل ما يطلع بهالموضوع لحتى نأمن هالشيء. كمان اللبناني دايما نخوته كتير كبيرة، ما فينا إلا ما نتشكر كل من ساعد، كل ما فتح بيوته، كل ما قدم في مآكل وطبخ سخن عم يتوزع هو شخصيا على مراكز لواء وعلى مراكز أخرى. بقى نحن لابد من نوجه كلمة شكر لكل هالناس، ولكن العدد كتير كبير. المقدر ممكن يوصل لحديد مليون نسمة، مليون شخص لبناني يتحركوا من مكان لمكان خلال أيام. هي أكبر عملية يمكن نزوح صارت بالمنطقة أو بلبنان أو بالتاريخ حتى، اللي نقدر عم نشوفه بخلال ساعات شو اللي صار. عم نجرب نلحق هذا الموضوع من كل النواحي، لأنه إدارة هالموضوع إدارة مش بس فقط الإيواء والغذاء اللي عم يتأمنوا، ولكن أيضا في أمور أخرى تتعلق بالصحة العامة وتأمين الصحة العامة بهالمراكز الإيواء، لحتى ما يصير في أي لا سمح الله أي شيء، أي أمراض سارية أو أي شيء يصير نتيجة عدم وجود الصحة بكل معنى الكلمة. كمان موضوع النفايات اللي كمان بدها إدارة خاصة اللي عم تتراكم من جراء الوجود في مكان معين لكل هذا الحشد البشري. عندنا موضوع المدارس والمراكز الإيواء، اتفقنا أن يكون وزارة الشؤون ووزارة التربية هي مسؤولة عنهم وهي عم تتابع هذا الموضوع، وعم نجرب نوزع أنه كل إدارة بإدارتها تكون هي عم تلاحق كل مركز إيواء أو كل حسب اختصاصه. وزارة الصحة، وزير الصحة عطانا التقرير كامل على الأوضاع اللي هي كمان وزارة الصحة عم تقوم بدورة ممتاز، ونحن شفنا دور وزارة الصحة اللي قامت فيه خلال الفترة الماضية في خلال الصعوبات اللي مرقنا فيها وخلال الغارات المتكررة للعدو الإسرائيلي على المناطق اللبنانية كلياتها، وخاصة على الضاحية، واللي صار بموضوع البيجرز وقت صارت. نحن متخيلين انه 4000 جريح انتقل على المستشفيات بخلال لحظات،
1100 سيارة إسعاف كانت حاضرة عم تتحرك من 3:30 إلى 4 ظهر الثلاثاء الماضي، وقت صارت الثلاثاء قبل الماضي، وقت صارت موضوع البيجر. كل هالشيء نحن ضمن الإمكانيات المحددة لنا عم تقوم الدولة بكل وجبها بكل ما الكلام معنا موجودة، وأنا بشكر كل ما عم يتعاطى بهالموضوع وعم يتابع هالموضوع. كمان من الأمور اللي تحدثنا فيها الدعوة للمحافظين لاجتماع هون بالسرايا إن شاء الله خلال يومين قادمين، دعوة للمحافظين مع الوزراء المختصين لحتى كمان نسهل الموضوع ونشوف شو اللوازم اللي لازمت لهم لحتى نقدر نأمن لهم إياها. موضوع الهبات اللي عم توصلنا من عدة أطراف كمان تسهيل دخول الهبات، ولكن شرط نعرف من هو المانح ولا أي إدارة هي رايحة هالهبة لحتى نقدر نطلع. أعطينا توجيه للمدير عام الجمارك لحتى يقبل هالهبات فورا تدخل بدون جمارك وتقدر تفوت على الدولة اللبنانية. عنا موضوع التمويل، موضوع التمويل انقسم قسمين، قسم التمويل الخارجي وقسم كمان تمويل داخلي. التمويل الخارجي نهار الثلاثة بعتقد صباحا حيكون عنا اجتماع للهيئات المانحة للدول المانحة اللي حنطلب منها انه يكون تساعد بهذه المرحلة الصعبة اللي عم نمرق فيها، وحيصير تنسيق بين الهيئات المانحة وبين الدولة الأساس اللي هي يكون الدور الأساس والجهات المعنية اللي حتعطيهم هالأموال لتصرف، ولكن بهالشي بيكون بمراقبة وإشراف ومتابعة من الدولة اللبنانية. عندنا الموضوع الداخلي، موضوع التمويل الداخلي. موضوع التمويل الداخلي بتعرفوا في القوانين المرعية اللي هي تجبر نوع من المراقبة الأساسية لهالصرف. اقتراحات انه نقدر بهالحالة الطوارئ اللي احنا مرئين فيها قانون الشراء العام، نقدر بكرة حقوم باتصالات مع الدكتور جون علية لحتى نشوف كيف يمكن ان نخرج بمواضيع مخارج معينة قانونية لحتى بهالحالة الطوارئ نقدر نتجاوز مدد النشر، نقدر نوصل لموضوع تجزئة بعض المصاريف المطلوبة، نقدر نحط سقوف معينة للصرف. وهالشي كمان مجلس وزراء رح نعمله كمان خلال 48 ساعة القادمة، حناخد القرارات اللازمة داخل مجلس وزراء بكل هذه الموضوع. يبقى موضوع الأمن، موضوع الأمن كمان بحثنا بموضوع الأمن، واللي بحثنا امبارح مجلس وزراء بطريقة مستفيضة، وبحب أطمن أنه الأمن موجودين، الجيش اللبناني والقوى الأمنية والقوى الأمن الداخلي موجودة في كل مكان وعم تلاحق الموضوع ملاحة كاملة، مع أخذ بعين الاعتبار الأمن داخل مراكز إيواء الأمن بشكل عام، ولا نقبل بهالاستباحة اللي عم تصير بالطرقات. كمان هتاخد إجراءات معينة بموضوع الموجودين بالطرقات اللي هن معظمهم غير لبنانيين، اللي نحن حناخد إجراء اللازم بهذا الموضوع. كمان حماية الممتلكات الخاصة، حماية الممتلكات الخاصة لأنه في بعض اعتداءات عم تصير على بعض الممتلكات الخاصة، ففي قرار كمان بحماية هذه الأمكنة. حماية المستهلك، اليوم في البعض المستفيد من الحالة الموجودين فيها وهو اللي عم بيزيد أسعاره أو عم بيقوم بأي شيء. كمان طلب من معالي وزير الاقتصاد، وزارة الاقتصاد بالذات، تشدد بعملية حماية المستهلك وملاحقة كل من يعتبرها فرص اليوم لزيادة الأسعار. طلع وزير الأشغال عن الوضع في المرافق بشكل عام وخاصة مطار بيروت الدولي والمرافق البحرية، فأكدنا على استمرارية هذه المرافق وسلامتها وتكون دائما حاضرة وموجودة لخدمة الناس. أنا ندائي الأخير اللي بقوله، نحن اليوم بوضع غير وضع سهل، نحن كلياتنا عم نتعاون سوا وكلياتنا إيدنا بإيد بعض من أجل تمرير هذه المرحلة، إن كان على الصعيد الدبلوماسي أو كان على الصعيد الحياتي اليومي أو كان على الصعيد الأمني. كونوا على يقين إننا متابعين هالموضوع وإن شاء الله الله ينقذ هالبلد ومرّا على خير. شكرا لكم. دولة الرئيس فيما خص الملف الدبلوماسي، وبارح الوزراء تحدثت عن التعنت الإسرائيلي رغم مطالبة لبنان بتحميل 1701. سمعنا أن في بعض الدول العربية عم تعمل مسعى وحكي عن قطر ومصر، ما صحة هذا الأمر وإلى أين ألف؟ ليك أكيد نحن لن نتقاعس لحظة عن متابعة هذا الدور الدبلوماسي،
ونحن ما عندنا خيار إلا من خيار دبلوماسي. إذا بتلاحظ من أول ما بلشت وقلنا تطبيق 1701 تطبيق كامل تلتزم الحكومة فيه، وأنا بمجلس الأمن كمان ذكرتها بكلمتي، وكل اللبنانيين عم تأكد على هذا الموضوع، لأنه قلنا مهما طالت الحرب ومهما صار بالنهاية بنرجع على 1701، فبالتالي خلينا نوفر الدماء ونوفر اللي عم بيصير ونروح على 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 تطبيق الاتفاق. الجيش اللبناني حاضر لهالموضوع، حاضر، ولكن نقدم له نهيئ له المستلزمات اللازمه لحتى يقدر يكون موجود. نحن اليوم الجيش اللبناني موجود في على الحدود، مع اننا احيانا نامن الغذاء له لانه عم تضرب شاحنات الغذاء اللي عم تروح تامن للجيش اللبناني، فبالتالي كل اتصالاتنا عم تركز على تطبيق 1701. اليوم عم تحكي عن بعض مبادره قطريه ومصريه مشكوره طبعا، ما تبلغنا شيء معين بهذا الخصوص، ولكن نحن تبلغنا البيان الأساسي، النداء اللي طلع نهار الأربعاء المساء من البيت الأبيض بما يتعلق بوقف إطلاق النار لفترة 21 يوم لكي تكون هذه فرصة لتطبيق 1701. فهيدا نحن أيدنا، رحبت فيه أنا ومن أيده، وبنطلب انه تطبيقه باسرع وقت ممكن، تطبيق قرارات دوليه 1701 و2735 لطريقين على مجلس الامن، لانه نحن لبنان لا يزال يؤمن بالمجتمع الدولي، يؤمن بالشرعيه الدوليه، يؤمن بالامم المتحده، بوقت غيرنا كلياته لا يؤمن الا بشريعه الغاب وشريعه القوي اللي عم تاكل الحق للضعيف. دكتور الرئيس، هل تعتقد انه اليوم الاسرائيلي اللي تلاعب بغزه وبالمفاوضات 11 شهر هيقبل يروح معنا على وقف مؤقت ولو مؤقت لوقف اطلاق النار؟ مع احترامي للسؤال عم تسالين، اذا بعتقد الاسرائيلي، لا يمكن حط حالي انا محل اسرائيلي هالعمل الاجرامي اللي عم بيقوم فيه كل يوم، بس انا بقول المنطق بيقول والعقل بيقول ونحن تربيتنا اللي عم نقول نحن تعلقنا بالشرعيه الدوليه وبالسلام انه لازم يروح لهالموضوع، ولكن هو شو بده يعمل ما بقدر أنا أحط حالي محله ولا بشكل، وأتمنى أن أكون محله. دولة الرئيس، تحدثتم عن النازحين اللي على القريب هم غير لبنانيين، هؤلاء النازحين قابلناهم يقولون أنهم لكي يدخلوا إلى سوريا يجب على أن يدفعوا للدولة السورية مبلغ من المال بالدولار، هل تتواصلون مع الحكومة السورية أو ستتواصلون مع الحكومة؟ لم أتواصل مع الحكومة السورية، ولكن إذا هذا هو الأمر هلأ أنا أسمعه منك سأتواصل بهذا الموضوع وقدر إليها هالشيء بين سلطة الأمن العام اللبناني والوزارة الداخلية السورية. دولة الرئيس، يعني تبقى البلديات اليوم هي الوحدة الإدارية الأساسية والأقرب إلى النازحين في كل المناطق اللبنانية التي تحتوي على مراكز اللواء، ولكن المشكلة الأساس دولة الرئيس التي تحدث عنها معظم رؤساء البلديات مع ألقاء مقامين ومع المحافظين أن عملية الصرف في البلديات اليوم هي عملية معقدة جدا وعملية بسيطة، فعلى البلديات أن يعني تريح البلديات من أجل تستطيع هي الأقرب إلى النازح اليوم في المناطق وتعرف احتياجاته. طلع تفضل تقوله صحيح تمام، في عراقيل كتير والعراقيل مش نحن وضعينا، العراقيل ناتجة عن القوانين المرعية. هل إذا بكرة جوزنا القوانين وصار في صرف إضافي حيطلعوا لنا أنه وين الدولة سمحت بذلك وصار في فساد؟ ولكن نحن أخذين هالشي بعين الاعتبار وحنقدر ضمن المراقبة المضبوطة وضمن المتابعة المضبوطة مع المحافظين أن نرفع بعض السقوف، بس شرط أنه تكون في مراقبة حقيقية. ما حد لا ما نحن بحالة بحبوحة كتير كبيرة نفتح ونقول الصرف، ولكن ضمن الإمكانيات الموجودة حنقدر باجتماعنا مع المحافظين اللي هن حينقلونا الصورة طبع البلديات وحنقدر نزيد بعض السقوف، وحنعمل مجلس وزراء ضغري بعد اجتماعنا مع المحافظين. لو رئيس سؤال أخير، اليوم شفنا أن الحرب بغزة يعني رح توصل لتكون صار سنة كاملة من قبلها، بالمقابل شفنا التطورات اللي صارت بسرعة كتير بلبنان في الأسابيع الأخيرة. اليوم بما يخص فصل الجبهتين، اليوم وين واصلين برأيك بهذا الموضوع؟ قديه معقول الطول بلبنان يعني مقابل خلال نحن دائما عم نقول وقف اطلاق النار على كل الجبهات، يجب أن توقف وقف إطلاق النار خلص، يعني حتى بغزة اليوم من أول يوم كنا عم نقول إذا وقف إطلاق النار من 7-8 أشهر نحن عم ننادي وقف إطلاق النار بغزة
يوقف الإطلاق النار بلبنان تلقائيا، يعود السكان إلى شمال إسرائيل وتعود الأمور كما هي، ونحن نأخذ وقت لحتى نقدر نطبق 1901 كامل. هذا ندائنا أنه يصير في وقف إطلاق النار على كل الجبهات لحتى حقيقة يحلز الأمن والاستقرار بالمنطقة. هذا الموضوع نحن عم نجي نقول من مبدأ الطبيعي الإنساني. أصلا غزة تقريبا وقفت العمليات العسكرية كاملة، فنحن اليوم اهتمامنا بلبنان وقف اطلاق النار بلبنان. يعطيكم ألف عافية. تابعنا مؤتمرا صحفيا لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والذي تناول فيه الحديث عن كثرة الأعداد الضحايا والمصابين وسط حالة استنفار لكل المؤسسات المعنية، ووجه كلمة شكر لكل من عاون في هذه الأزمة، ولكن أعداد النازحين تقدر بمليون شخص والأعداد تزيد كل لحظة، هكذا قال. كما شدد على ضرورة تأمينه للصحة العامة حتى تتمكن من خدمة الجميع، وكلف وزارة الشؤون بمتابعة مراكز الإيواء، وقال إن وزير الصحة قدم تقريرا عن الوضع الصحي الحالي، فهناك 4000 جريح توجهوا إلى المستشفيات وقت أزمة البيجر، وتحدث عن تسهيل دخول الهبات، ولكن شدد على أهمية تحديد من المانح، وأخيرا قدم نداء أخير للتعاون وأن يكون اللبنانيون يد واحدة. ونتابع هذه اللقطات الحية التي تأتينا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت، ويبدو أن هناك أعمدة الدخان التي تتصاعد في الأوقات الحالية، ربما بسبب الاستهدافات أو العمليات في الساعات الماضية التي استهدفت مناطق متفرقة في بيروت. إذن مجددا نتابع هذه اللقطات التي تأتينا مباشرة ونرصد خلالها هذه الأعمدة، أعمدة الدخان التي تتصاعد الآن إثر غارات ربما كانت في الساعات الماضية في العاصمة اللبنانية بيروت. انتهت هذه النشرة، ولم يتبقى سوى التذكير بأبرز عناوينها. شهداء ومصابون في غارات للاحتلال على البقاع الشمالي وعدة بلدات في الجنوب اللبناني. حرائق وإصابات في طبارية، وجيش الاحتلال يعلن رصد الصواريخ أطلقت من الجنوب اللبناني. جيش الاحتلال ينفذ قصفا مكثفا على عدد من بلدات غزة، وسقوط شهداء وجرحى في غارات استهدفت عدة مخيمات بالقطاع. انتهت مشاهدينا هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة، وشكرا لك كريم. شكرا لك بسام، إلى اللقاء. إلى اللقاء.